بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به أقداره القسمة، فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه سلام الله. قد آتانا بالأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه سلام الله. هيا حصنك الحاصن، هيا درعك المتين، ذكر رب العالمين لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه سلام الله. هيا شفاء، هيا نور فوق نور، ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه سلام الله. هيا النعم
المقامات العظمى هي المقام الأسمى ليس تبقي آلاما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله لازمها يا إخوان نوروا بها الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم لرسل الله محمد رسول الله